نهضروا شويه على لا بلاكا غاز لي بان اللي تيوقعوا فيها. غادي نهضروا عليهم. غادي نبداو بالمشكل بعدا ديال لا ليماج الكتريك. هي كتشعل بالضوء. هذا هو الجينيراتور. هذا الجينيراتور هو اللي كيعطينا هاد البوجيات كاملين ديال البريكه. هذا هو هذا كيعوج من الجينيراتور. دابا هذا عطيهم كاملين بربعه، كل واحد فيهم ديز ليه هاد البوجي هذا. وهنا كيكون عندنا لا ليماج الكتريك. بالنسبه لهذا دابا هذا ها هو السيركوي ديالو، ها هي بريكه جايه ليه من هنا من الجينيراتور. عندنا هنا الكونتاك باش يشعل. دابا ملي كنوركو عليه كضرب فيه لي تانسير. هاي كنوركو عليه كضرب. عندنا هنا هاد السيركليبس، هذا ها هو كحل، ها هو السيركليبس كحل. انت تلاحظ معايا باش كنورك على الروبيني، باش كنورك على الروبيني كيهبط لينا هاد الكونتاك. هذا ها هو كيهبط لينا هاد الكونتاك. بعد المرات شنو تيوقع؟ هاد السيركليبس كيطيح، هذا كيطيح. شنو تيوقع؟ تيولي بحال كتورك انت ما كيهبطش. هذا كيولي هذا ما كيهبطش، هاد الكونتاك ما كيبقاش يعني. فهاد الحاله هادي باش كيشوضر لينا حنا هاد السيركليبس هذا، تقدر تجيب شي حاجه بحال هكا، تجيب مثلا شي رونديله بحال هكا ولا رونديله، دير شي جوج ولا ثلاثه وتحطهم باش يبقاو يهبطوا هاد الكونتاك هذا. شي وليو هبطو معاهم الكونتاك. المهم هاد السيركليبس هذا الا حليتي لا طاب طرافاي تقدر تلقاه طاح لداخل، تقدر تلقاه طايح لداخل وكتجيبو راه كاينه بلاصة ديالو فين كيدخل هنا، كتجيب غير شي بانس بحال هكا وكتورك عليه باش يرجع بلاصتو، باش كيولي كيقيس لينا الكونتاك، يخلي هاد الكونتاك يهبط باش يضرب لنا لي تانسير. واحد القضية أخرى، يقدر مثلا كنضرب واحد الكونتاك واحد، البريك الجينيراتور تيضرب فيهم كاملين. ها تضرب هنا غادي يبان لك تيضرب فيهم كاملين، كيضرب شحال كيضرب هنا. كيضرب فيهم كاملين شي، واللي ديز فيه الغاز كيشعل. مثلا دابا هذا اللي كنديز فيه الغاز، هذا ديز فيه الغاز غادي يشعل. هذا كضرب فيه لي تانسير كاع ما ديز فيه الغاز ما غيشعلش. بالنسبه لشي واحد فيكم مثلا الى شي واحد شي كونتاكت فهادو ما بقاش خدام بغى يدي باني، يدور مثلا هذا يدورو ويشعل بهذا مثلا. شي ها هو كندورو نشعل فيه الغاز، نطلق فيه الغاز ونشعلو بوحدة كدي باني. هذه في حالة شي واحد فيهم مثلا طاحو في كونتاك مع الوقت ولا هذا كدي باني. مثلا يقدر يكون مبغيش يشعل مكيشعلش، كتجي هنا كاين واحد لانجيكتور، كاين واحد جيكلور، هاد الجيكلور هذا تقدر تلقاه مبوشي مع كثرة الماكلة وهذا، وكي كتخوالي الحليب هذا كيتبوشى. هذا نورمالمون هو ميموتش، فهمتيني؟ هذا تقدر تجيب شي برا رقيقة ولا شي سلك رقيق وتسرحو، في حالة كنبوشي حيت هذا كيتبدل في حالة وحدة، كيتبدل إلا كان كيعطي الغاز كثر من القياس. كتمشي مثلا كتلقى النمرة اللي فيه كتبدلها، إلا لقيتي مثلا 65 تقدر دير 55، لقيتي 75 تقدر دير 65، ديما كتبدا تنقص. كان عندك الغاز قليل كتزيد في الجيكلور، لقيتي فيه الرقم اللي كتلقى فيه كتحيدو، وكيتحيد بساروت سبعة، كتحيدو بساروت سبعة بيب وكتبدلو. كتمشي عند كاين اللي كيبيعو البياس كتشونجيه، وديك الساعة كتبنك مزيان. هادي الحالة الوحيدة اللي كيتبدل فيها، أما لك أما لا غير تبوشة غير كتسرحو وكيخدم. وبالنسبة ل هاد لي بريلور هادو،
هادو في النيتواياج ديالهم، هادو كيترقدو في الخل، تقدر ترقدهم في الخل سخون، وفي هذا دير معاهم بيكربونات، تجيب بيكربونات وترقدهم مع الخل تقريبا نهار، مثلا ما ديرش ليهم جافيل حيت كاين اللي كيدير لهم هذوك لي برودوي شيميك ديال النيتواياج، وهذا اللي درتي ليه برودوي ديال النيتواياج وشعلتيه ديريكتومون غادي يقول لك حل، غادي يكحل.